بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، مع كتاب الله وفي سورة آل عمران. يذكر ربنا سبحانه وتعالى صفات أولي الألباب فيقول: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. فأنا يسأل أحدنا نفسه: ومن أولو الألباب؟ ومتى يكون الإنسان منا يدخل في نطاق أولي الألباب حتى يكون ممدوحا من الله؟ لأن ربنا وهو بيسوق الكلام قمت تحس كده وتشعر أنه بيمدح فيهم: لآيات لأولي الألباب. ده كأنه بيفخمهم يعني. طب أنا عايز أبقى منهم، أعمل إيه بقى؟ مين دول؟ فيقول وهو يصف لكنه يكلف، يعني هو بيوصف ويشرح مين هم أولي الألباب، لكن بيقول لك تعمل إيه؟ كله مرتبط بتعمل إيه؟ بيجاوبك على تعمل إيه؟ الذين يذكرون الله. يبقى القضية المحورية في طريق الله هي الذكر. ولذلك يقول: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. هذا الذكر له أثر، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. يبقى ربنا هيذكرنا، وربنا سبحانه وتعالى هيفلحنا، وربنا سبحانه وتعالى هيطمئن قلوبنا، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وتقعد تمشي في الذكر كده فتجد ليه أثار: غفران الذنوب، وتنوير القلوب، وتيسير الغيوب. الله، انت عبد رباني بقى. كلما زدت في الذكر باللسان وبالقلب وبالفعل، كلما كنت في طريق الله تتقدم. أول حاجة في طريق الله الذكر. الذين يذكرون الله، يبقى خلاص عرفنا الذكر، عايزين بقى نشوف نذكر إمتى. الذكر ده خفيف ليه بقى؟ لأنه أصله هو شغال بلسانك، ولسانك في بقك مش في إيديك ولا في عينيك ولا في رجليك، لسانك ما هوش في الحتة دي. فالذكر لا يعطل شيئا من جوارحك. طيب، فمتى نذكر؟ وهو خفيف، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، القياما وقعودا وعلى جنوبهم. ايه ده؟ ده على طول الظاهر انه على طول كده، لان الانسان إما أن يكون قائما، وإما أن يكون قاعدا، وإما أن يكون نائما، وليست هناك حالة يعني رابعة: القيام، القعود، النوم. قياما وقعودا وعلى جنوبهم. يبقى إذا نستطيع أن نقول إن الذكر لله إنما يكون في كل حال. معنى الكلام كده: أول طريق الله الذكر. طب وتاني طريق الله إيه؟ هنفضل نذكره بس كده؟ قال: لا، الفكر. الذكر والفكر. دليلك إيه؟ قال أهو: ويتفكرون. يبقى يذكرون ويتفكرون.
الذين يذكرون، يذكرون الذكر ويتفكرون الفكر، ادي طريق ربنا الذكر والفكر، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ايه هو الفكر ده؟ قال لك حركة النفس في المعقولات اسمها فكر. حركة النفس يعني ايه؟ يعني مخك بيشتغل. طب مخي هنا جوه بيشتغل ازاي؟ قال الانتقال من المقاصد الى المطالب، من المبادئ الى المقاصد الى المطالب، ادي الحركه مخي بيشتغل كده. يعني ايه؟ يعني تنتقل من حاجه لحاجه. طب واذا ما انتقلتش؟ ما يبقاش في حركه. واذا ما كانش في حركه يبقى ما فيش فكر. يبقى التفكر يجب علينا فيه ان مخنا يشتغل. طب ولو عطينا المخنا اجازه وما اشتغلش يبقى ما فيش تفكر، يبقى احنا مش في طريق الله. طب تتفكر ازاي بقى؟ يلا من المحسوس الى المعقول. حركة النفس في المعقولات يعني ازاي؟ قال اسأل يا اخي روحك خلق السماوات والارض، متى، كيف، لماذا، إلى ما يقول، ما العلاقات البينية بين السماء والأرض؟ وتفضل تسأل كده وأسئلة غير متناهية، وكل سؤال لما تسأله يتفتح عليك 40 سؤال، وكل سؤال من 40 يتفتح 40، كل سؤال من 40 يتفتح 100 وكده هو. فالعلم لا يعرف الكلمة الأخيرة وفوق كل ذي علم عليم. مع المحبرة إلى المقبرة، من المهد إلى اللحد. بس فكر. طب ده من حكاية كبيرة كده، أنا مش مفكر. مش هتفكر تبقى ما انتش في طريق الله. فإن طريق الله أوله الذكر وثانيه الفكر. ايه الأزمة اللي احنا بنمر بيها في العالم الإسلامي؟ يقول لك دي أزمة فكر. أنا بقول لهم لا، دي أزمة ذكر وأزمة فكر. احنا مش بنمر بأزمة فكر بس، احنا بنمر بأزمة ذكر وأزمة فكر. عايزين نذكر الله مرة تانية ونحطه في المنظومة بتاعت حياتنا، وعايزين لما نحطه ما نحطوش ونقتصر باللسان أو الجنان حتى ولا الأركان، ده احنا عايزين نشغل مخنا، وإذا شغلنا مخنا هنسبق. ليه؟ لأنه يبقى فيه معونة. لكن ما دام ما فيش فكر، وكمان أنكت من كده ما فيش ذكر، يبقى ما فيش معونة. معونة ايه بقى؟ هيعاونك على ايه؟ فكر وهو يعاونك وهيفتح عليك. فكان من دعائهم اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. نأخذها في اللقاء التالي ان شاء الله. فاللهم يا ربنا افتح علينا فتوح العارفين بك، واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، وتقبلنا على ما نحن عليه من عمل، ووفقنا إلى ما تحب وترضى. وإلى لقاء آخر، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.